الليلة ملف مهم جدا، يا ريت الناس تتابع عشان ما تعرف شنو العلامات وطرق الوقاية الخاصة بالذبحات القلبية. سعيدة جدا يكون معي داخل الاستوديو اختصاصي قلب وباطنية دكتورة مها عيسى. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. أهلين، صباح النور عليكم وشكرا جزيلا لاستضافتكم لي في البرنامج الجميل. أنا دكتورة مها عيسى هجو، أخصائي باطنية وقلب مستشفى الشعب، نائب رئيس جمعية الضغط السودانية. مرحبا بكم، وإن شاء الله الليلة حيكون كلامنا التوعوي، لأنه أي مرض في نهاية التوعية هي باعتبار إن الوقائية قبل الزول ما يجب المضاعفات. حنتكلم عن أمراض القلب والصدر والذبحات الصدرية إن شاء الله. إن شاء الله هكون بطريقة مبسطة وإن شاء الله كلنا نستفيد. دي حاجة مهمة شديد، وزي ما ذكرت هو الأساس أصلا أنك أنت توعى بالحالة وأنك أنت تتعرف عنها عشان ما تعرف إذا كان في إمكانية لطرق ووقاية كمان. طيب بداية حنعرف الناس أنه يعني شنو ذبحة قلبية. طيب أكيد نحن كثير سمعنا عن آلام الصدر، الذبحات القلبية. زمان كنا بنسمعها يقول لك مثلا عمره 60 سنة جاءوا ألم في صدره يتشخص ذبحة. لا، الذبحة حسب بقت عندها عوامل. أكيد أي مريض عنده قالب بخش فيه غير المريض الثاني. يعني أكيد لو أنت جيتني زوج صغير ما بقول إن عندك ذبحة قلبية، ممكن أنا أحاول بالتشخيص والأسئلة والأسئلة المتكررة إنه أعرف هل هو ده فعلا مرض ألم عضوي ولا هو قلبي. لكن لما تكون أنت مثلا عمرك 50 سنة، عندك سكري، عندك ضغط، قبل كده حصلت لك برضو آلام ولا مشاكل في الشرايين اتشخصتها قبل كده، او اذا انت حسب جينا نحن بنقول دائما في طبعا النساء اكثر من ال 55 سنه معرضين للذبحات والالام الصدر، وفي الرجال من ال 45 سنه، ودي حاجه يعني الحمد لله كويسه بالنسبه لنا نحن عشان النساء عندهم يعني النساء عندهم الهرمونات باعتبارها حاجه وقائيه. حسي ظهرت حاجه جديده انه ممكن في يجيك شاب عمره 30 20 سنه يجيك بذبحات، لانه بقت في عادات ضاره مثلا منها التدخين. طيب احنا هناخد في التفاصيل الخاصه بالعادات الضاره وكل التفاصيل دي، وهنعرف كمان المشاهد ونوري كمان المجتمع انه قديش ممكن يكون عنده دور حتى في انه يساهم في طرق الوقايه. الناس كلها تكون معافيه وسليمه، ويا رب ما في زول يشوف شر. الاعراض والعلامات اللي هي ممكن تكون بدايه او اشاره، تمام؟ لانه ممكن لا قدر الله انه حتى يكون عندك مؤشرات للجانب ده، فانا كيف اقدر ذاته اكون مراقب جسمي؟ يعني احنا مثلا معلش في دول ثانيه، واحنا لو كنا في ثقافه مثلا ثانيه كان حنكون عارفين بعد كل فتره والثانيه المفروض نعمل كشف دوري لكل التفاصيل. وده ما بيحصل، الواحد خلاص ينتكس تماما حتى يقوم يمشي للمستشفى. بس هنا فعلا في السودان يعني زول لو ما تعب شديد ما بيمشي يفتش الدكاتره ولا بيمشي يفتش فحص ولا حاجه. فنحن بنقول اي زول بيجيه زي زمه في القليب، حرقان، حاجه ضاغطه فيه، حاجه زي المربوط فيك في صدرك هنا زي مربوط في قطعة قوية، الألم ده مشى هنا للرقبة، مشى للحنك، مشى لليد اليسرى. في بعض المرضى الكبار شوية بيجوك بعد ألم في المعدة شديد، تلقاه حايم كم مرة يقول له عندك جرثومة المعدة، عندك حاجة زي دي. لكن أنا مع العمر، ما هي العادات، أو في الزول اللي عنده سكري عنده مشكلة في الأعصاب، فأكيد ما حيجيني زي ما الكتاب قال لي، ممكن يجي بآلام في حتة ثانية اللي هي ممكن تشير على إنه في مشكلة أو انسداد في الشرايين. وأنا من الأفضل أفتش الموضوع ده لأنه مضاعفاته هي الوخيمة. يعني أكيد لو عنده جرثومة معدة العلاج ما صعب، لكن لو بقى في مشكلة انسداد في الشرايين أو مشاكل مع السكري، فأكيد أنا لازم أمشي طوالي وأعرف إنه أنا عندي زمة، عندي عدم راحة، عندي حرقان، عندي تقل، عندي شوية ضيق في النفس، عندي شوية طمام، عندي زيادة ضربات، حاسي إنه أنا بتحرك بيجيني زي ألم في صدري ولا شحة، بقولوا لك حرقان ولا شحة. مجرد ما أنا أقعد في الكرسي الشحة دي بتروح، معناتها شنو؟ معناتها الحاجة دي لها علاقة بالقلب، لأنه لما أنا أتحرك معناتها داير كمية من الدم أكتر، معناتها القلب حيشتغل أكتر، معناتها لو هو أصلا في مشكلة معناتها أنا حتأثر مع الحركة. أول ما أرتاح معناتها أنا حتحتاج لدم أقل، ممكن أرتاح تلقائيا أو نسبيا. فنحن دائما بنقول دائما اي زمه، اي كتمه، اي طمام، اي استفراغ او الم في اليد بيمشي لليد، بيمشي للحنك، بيمشي للفم، بيمشي للرقبه، بيمشي للجهه الشمال، مفروض الزول طوال يعرف انه دي مشكله حقت شرايين. خصوصا انا زول كبير، انا زول عندي سكري، انا زول عندي ضغط، انا زول عندي ارتفاع في الدهون، مفترض طوالي انا اخذ حبه اسبرين وامشي اقرب حته او اقرب يعني مركز صحي، مستشفى. اكيد لما امشي المركز الصحي بلقى طبيب بيقدر ياخذ مني
يعني هيستري كويس بياخذ مني تفاصيل مرضيه كويسه. ممكن الحاجات الاوليه بيقص لي الضغط، بيشوف النبض، بيعمل لي رسم القلب، وبعد ذاك هو بيقدر يقرر. ودي الحاجه الاساسيه. هزرك بس في الحته دي، اوقات احنا ممكن الاعراض دي كلها تكون حاصله، لكن واحد بيقول لك خلاص ارتاح ولا خذ لك نوم شويه انت هتصحى تكون كويس. انا ممكن الجا للطبيب يعني انا لما تحصل لا قدر الله بعد المره الكم انه ممكن الواحد يمشي، او لما احس بالالم واصل يا مرحله ولا تفاصيل احنا ما حسي وصفنا الطبيعه حقت الالم، معناته انا وانس ان انا وصفت الطبيعه معناته الالم ده انا ما المفروض اقعد في البيت. تمام، يعني انا في خلال 5 دقائق مفروض امشي لاقرب يعني مركز صحي او مقدم صحي. انا عشان طوالي بما ان انا عندي سكري وانا زول كبير لازم انا في الاول اعمل لي طوالي رسم القلب عشان بعد ذاك اتحدد وانا حيكون علاجي كيف. الله يشفي يا رب ويحمي. طب انواع الذبحات الصدريه وكيف ممكن يعني الناس تتفادى الخطر عشان ما يمشي لمرحله ثانيه لا قدر الله؟ طيب عندي الذبحات القلبيه اول الام الصدريه بعد مرات بيكون عندها نحن زي ما بنقول تشخيصات كثيره، يعني ممكن حتى غير انسداد الشرايين الزول يجيك مثلا عنده نفس الالم جلطه في الرئه، الزول عنده التهاب في القشاع المحيط بالقلب، الزول مثلا عنده حتى الناس الالتهابات بعد مرات بيكون في القشاع المحيط بالرئه بيديك نفس الالم. فبتتقسم لو قسمناها بس على اساس انها هي الجلطات حقت القلب، عندنا الجلطه الثابته، عند الانسداد الكامل في الشريان حق الدم للقلب. أيوة. ففي مضاعفات، في بعض مرات ايام ما بيجيك بالالم لكن بيجيك بمضاعفات اللي هو ضيق النفس وعدم الراحه، ورم الرجلين، ما بيقدر يرقد كويس، بالليل بيحتاج لكم مخده يرقد لانه في تراكم في السوائل في الرئه. فكل عيان عنده قالب معين، عنده تشخيص معين، عنده كيف الناس تبقى تتصرف بالنسبه للاطباء. ف اي زول عنده الم قلنا اي زول عنده الم حتى لو هو ما قادر يوصف الالم ممكن يمشي للدكتور ويقدر يطلع منه ويعرف طبيعه الالم. السودانيين شكايين ولما توصف له مثلا يقول لك انا جايين بقول لك جايك بالم في الصدر، تقول له الم الصدر ده بدبتين، والله ايوه وعنده وجع في الرجل كمان وعنده وجع في الظهر. يعني بيقلل لك من اهميه الالم وبيحاول يعني يعمل لك ديستراكشن انه الموضوع ده انا بالنسبه لي ما مهم. ممكن يبرر والله انا مس كنت مسهر خوف بيكون طبعا خواف، يعني زي لما تقول عندك حاجه في القلب بفتكر انه قلبه ده حيجي في الليله هنا وانت معاك وانه الحاجه كبيره شديد وانه ما فيها علاج، دي المشكله. فهو المريض بعد مرات بيقيم روحه وبيحاول يدس منك الحاجه اللي ما قدرت تخوفه بها، يعني دائما الكلمه الحاره بحبها. بتقوم بالدور بتاع انك انت بتطمئنه وتحاول انك انت تطلع تلقط منه الكلمات والحروف عشان تقدر تصل للوصف حقه وتتصرف عليه وتعرف على ضوءه هو ده شو. طيب يعني احنا عرفنا معاكي هو شنو الذبحه القلبيه، تفاصيل الاعراض، احنا ممكن متى نحس بالالم ومتى يعني متى نطلب المساعده لو حسينا ببعض الالم اللي انت ذكرتيها. شنو الاسباب والعوامل اللي هي ممكن تزيد الخطر بتاع الاصابه؟ عندنا العوامل طبعا احنا اول حاجه بنتكلم عن العمر، وعندنا المشكله الثانيه مشكله السكري. يعني اغلبيه البيشنت لانه المرضى عندهم السكري لانهم عندهم مشكله في الكوليسترول، عندهم مشكله في التصلب في الشرايين، ده بيكون من العوامل المساعده ومن العوامل الكبيره. الحاجه الثانيه الضغط برضه زي ما عارفين انه نحن حسي برضو انا جزء من الجمعيه حقت ارتفاع الضغط السوداني، لقينا انه الضغط هو عباره عن اسمه القاتل الصامت. لانه اغلبيه العيانين زي ما قلت لك ما عيان ما في شيء واجعه، ما حس انه متضايق شديد ما قادر يتحرك في البيت ما بيجي المستشفى، يعني ما عنده متابعه اوليه لا بيعرف ضغطه ولا قبل كده كشف انه عنده سكري ولا لا ولا ما عنده اي متابعه. فالضغط برضه طلع واحده من اصلا هو من الاسباب الكبيره حقت مشاكل القلب. عندنا حاجه العادات الضاره يا جماعه، طبعا احنا العادات الضاره دي مهما تكلمنا عنها ما بنوفيها حقها لانه دي مسميها العوامل اللي في يدك، في عوامل ما في يدك. يعني انا ما حغير عمري اكيد، انا عندي سكر ووراثي وفي الاسره ما حقدر اغير فيه، لكن اللي في يدي انا ممكن اغيره العادات الضاره، الاكل الصحي لازم انا اعرف انه المفروض اكل صحي. حاسه كمان الايام دي ما شاء الله المطاعم بقت كثيره وكلها مسميها الاكل السريع وهو ده اكل دسم كله هاي كوليسترول، يعني الكوليسترول حقه عالي شديد. الحاجه الثانيه بقينا ما بنمشي ما بنتريض، يعني الزول يقول لك لا احسن اتكل ما دام انا قاعد، يمكن فعلا الايام دي الشمس حاره وزنقانه شويه لكن يعني على الاقل احنا لازم نتريض في البيت، لازم الزول عنده تلت ساعه رياضه ان شاء الله لو مشى في الحوش المشي السريع. الاسباب حقت هي مشاكل القلب قلنا في الشباب الايام الظهرت دي كل انواع المخدرات، حس الايام دي طبعا الشباب كله لجأ للمخدرات يمكن للاوضاع زي ما عارفين في البلد عدم الوظائف
الضغوطات النفسيه والاسريه، يعني اي زول بيكون مهموم، ما في زول بيكون ما مهموم. دي نوع من انواع المشاكل المركبه، لانه فيها جانب ثاني أيوة. اسري، فيها جانب مجتمعي، أيوة، فيها جانب أيوة. ده علاقه بالبلد كلها، يعني موضوع ما بس انه هي ذبحه قلبي في متشبع أيوة، فهي متشعبه. ففي النهايه نحن برضه بنكون سعيدين لما العيان يكون عنده حاجه في يده ممكن يغيرها، منها العادات الضاره، منها الاكل الصحي، منها الرياضه. اذا عندك ضغط تكون عامل عليه متابعه، وتكون عارف الحد المفروض تمشي ليه وشنو. اذا عندك سكري المفروض تكون متابع. امراض الكلى دي كلها من الحاجات المصاحبه للجلطات. احنا الصباح ده هو اطمئنان طبعا، احنا ورينا شكل ايوه عرفنا كل التفاصيل، لكن عايزين نعرف انه يعني مرحله ما بعد التشخيص، يعني ما برضو انا فاهم شكل الحاجات عامل كيف والاعراض والاسباب وكمان أيوة. مرحله ما بعدها، لكن احنا شخصنا انت ممكن فعلا تتلقى العلاج، ممكن تعرف تحافظ على نفسك أيوة. وممكن يعني يعني الجانب الثاني طيب. تفاؤل امل عليك الله رحمه عشان نطمن الناس يعني ما معناته انه جاتني ذبحه ولا جاتني حاجه الموضوع انتهى لا لا الحمد لله، في النهايه ربنا جعلنا اسباب طبعا، فاكيد اي مشكله لها حل بما انه انا مشيت في الوقت المناسب من بدري، من قبل ما تحصل لي مضاعفات في شكل شنو مثلا، انه يتاثر جزء كبير من العضله حقه القلب. في النهايه احنا بنقول الزمن مهم، ما انت عندك يعني شريان وقفل، القفلة دي معناتها حتتأثر بها العضلات اللي بتتحرك بتتغذى من الشريان دي. فالزمن عندنا نحن هنا حاجة مهمة شديد، كل ما مشيت لأقرب مركز صحي أو خدمي إن شاء الله الأول الرعاية الأولية ناس مدربين جدا عارفين الحاجات دي، عارفين كيف تصرفوا وعارفين بتين بيحولوا للمستشفيات الكبيرة لما نتأكد إنه في مشاكل في رسم القلب تدل على إنه في انسداد إنزيمات القلب والأنسجة حقة القلب عالية، بالكشف لقوا إنه في مشاكل، فبالتالي بتتحول لمركز أو مستشفى فيه خدمات قلبية. يعني إحنا عندنا مستشفيات كبيرة حقة أقسام القلب، عندنا في الحكومية عندنا أحمد قاسم، عندنا مستشفى الشعب، عندنا أيوة في أم درمان، في كل حتة بتلقى إنها في حتة قلب. بتبقى بعد ذاك التقييم بتدخل الحوادث، بيتم تقييمك، بيتم تقييم حالة الاستقرار حقتك من ناحية شنو الاستقرار، من ناحية الألم إنه هو ماشي في زيادة، هل النبضات كويسة، هل الضغط كويس، هل في تأثير تاني في أي جزء من الأجهزة الداخلية، وبعد ذاك بيتم التصرف عليه. في لما تجينا بدري في الثلاث ساعات الأولى بعض مرات إننا دواء مزيب للجلطات والذبحات بنديه بطريقة مستعجلة، إذا أنت طبعا طلعت من الفترة دي بعد ذاك بتبقى إنك محتاج لتدخل عن طريق القسطرة القلبية والعلاجية. طب الموضوع ده عنده علاقة بوراثة ولا؟ حسب بس عدد في جزء منا عنده علاقة طبعا، في كل كمية كبيرة بتأثر. إذا هو كمرض في حد ذاته او كفي عوامل مساعده له كله فيه عامل الوراثي. الله يحمي رب العالمين. طيب احنا عايزين نعرف كيف الوقايه من الاصابه، وان هي قد شنو مرتبطه كمان بالصحه النفسيه. طيب طيب احنا حسب تكلمنا انه انت مشيت وبقى التدخل حسب انه العلاج حقك شنو. هل بعد ذاك انت بقيت زول مريض قلب؟ معناته انت خلاص اتصنفت تصنيف مختلف. لو انت بقيت مريض قلب معناته اهم حاجه بالنسبه لك ما انا جهتني صح، وفي عوامل ثابته انا هحاول اغير في العوامل دي. يعني انا عشان اوقي نفسي من انه تجيني ثاني واحده وما معروف الثاني حتكون قدر كيف، لانه في النهايه انا عندي حاجه متاثره، يعني عندي شريان هو ما مكفي لي الحوجه حقت الجسم والقلب من الدم، فبالتالي انا حكون حريص على علاجاتي في وكده. إذا جاني ألم وأنا عرفت الألم نفس الألم ده أنا بكون أسرع من الزول الأول مرة، لأنه بقيت معلم بعد ده يعني مفروض بقوم أنا أسرع وبمشي بحافظ على النظام الغذائي، بحافظ على الرياضة، ببتعد عن الدهون، ببتعد عن الحاجات المؤثرة كلها بوصفات الطبيب. والحاجات دي طبعا عندك في اللي إحنا لما نمشي لأي مريض قلب بتقابل الطبيب النفسي، بتقابل الطبيب التغذية عشان تعرف طريقة التغذية، عندك متابعة دورية إذا في المستشفى الكبير أو في المركز الصحي. بعد ما نستقر في المستشفى الكبير انه امورك بقت مستقره وانت اخذت علاجاتك وبقيت في حاله كويسه، بعد ذاك بتبقى في الفترات حقت المتابعه بتتباعد في المركز الصحي جنبك. يعني الناس ما تشيل هم انه انا بس لو بقيت مريض القلب حاقوم اجي الحته البعيده دي للمتابعه. لا لا لا، احنا عندنا برضه في ورشات تدريبيه للمراكز الصحيه في حاله انه العيان يكون مستقر بيمشي اقرب مركز له، ما عنده حق مواصلات، ما عنده تعب، ما في ضغط شديد عليه. لو الدكتور في المركز الصحي لاحظ انه في مشكله حتى بعدك برجعك انت ثاني للاخصائي او للمستشفى الكبير. طيب ذكرتك بقى اي مشكله عندها علاقه بالقلب عموما المجتمع بيتعامل معاك كانه دي النهايه للحاله. أيوة. عندنا الجانب النفسي السيء شيء، فبرضه يعني عايزاك توجهي رساله انه أيوة كيف أيوة. قدر شنو ممكن يكون الجانب بتاع الصحه النفسيه هنا
هنا او جانب تدعم المريض هو حاجه مهمه جدا ممكن تساعد في ان انا اكيد طبعا يعني. طبعا هو المريض سميع يعني هو سميع وشاف شاف زمان بيجو الم فجاه بيقع ميت والناس فلان حصل ايوه ولك جو ما خلاص الموضوع منتهي خلاص جاه الم ده معناته الشرايين اتقفلت كده لكن الطب صح امس ما الطب حسي ما الطب بعد شويه واحنا في قعدتنا دي في حاجات جديده صح. فبالتالي الحياه يعني بقت سهله شويه وكل شيء للمصلحه في النهايه تمام. فاكيد انت كل ما مشيت بدري ما بتكون في مضاعفات ان شاء الله ما بتكون في حاجه وحتى لو في حاجه ماله نتناقش فيها يعني اكيد انت عندك مخاوف عندك حاجات مستقبليه وحاجات زي دي فانا بشوف انه ما دام انت تشخصت وعرفت عندك حاجه كويس اوكي حلو انت حاول تتعايش معها وحاول بعدين المريض طبيب نفسه بالمناسبه يعني ما في طبيب حيجيك في البيت ويقول لك الليله متابعه او طبيب حيضرب لك ويقول لك الليله عليك الحاجه دي فانت معرفتك عن المرض بعدين النت بقى سهل التلفزيون فيه التوعيه الصحيه الرادي فيه انا بختار الحاجه اللي بتمشي على قلبي يعني انا عرفت اني عندي مشاكل في القلب بفتش برامج القلب وبسمع النصايح ما هو انا ما حافظ من اول مره طبعا ولا حكون مجهز نفسيا لكن كل ما انا القى ناس من نفس الامراض بتاعتي دكاتره في الاختصاص اكيد حيريحوني شويه وبعرف اتعاملوا مع الجزء النفسي والجزء العضوي بتاعي صح فما في حاجه ان شاء الله بقت صعبه بس هو الناس زي ما قلنا بدري بدري ان شاء الله هنمشي ركزت جدا على جانب بتاع التوعيه وكمان النصائح لكن عايزين نختم بمجموعه من النصائح حابه انك انت تقدميها لساده المشاهدين والمتابعين طبعا نرجع ونقول يا جماعه انه الحمد لله ما في مشكله ما لها حل انت طبيب نفسك انت الحريص على روحك كله حسب بتبقى واعي انت زول عندك سكري انت بتخد القالب حقك انت عندك سكري عندك عمرك كم عندك ضغط جاك الم في الصدر المفروض تتصرف سريع كل ما مشينا بدري كل ما تفادينا اي حاجه في المضاعفات حكايه فشل القلب مشاكل الكلى المتاثره بتاع عدم الحركه بعد تبقى زول معتمد على مثلا ترقد من ضيق النفس والحاجات دي كلها الخدمات الصحيه بقت كثيره حتى عندنا الاستشارات بالتلفونات يعني ممكن انا يعني انت ما تقلل من حجم الالم بتاعك او تفتكر انه حاجه عاديه انا كان ارتحت بنتهي طيب ليه ما انت ممكن يقول لك الكلام ده طبيب وبتكون نفسيا مرتاح الف مره من ان تفسيرها براك يعني حتى في الحله بيقوا في دكاتره في الحي في دكاتره في اي حته في اهلك في دكتور ما بتخسر حاجه اذا انت ضربتها وقلت لها انا حاسه بانه كده وكده عشان يعني يوريك تمشي وين انا ما قلت للاسف على اساس انه في ناس هي ذات عامله نفسها ان هي دكاتره بتديك النصائح دي اذا ما عندي وجع صدر ابلع حبوب من ملاريا بتكون اتحسنت وكده ذا لكن في النهايه الحمد لله الوعي حقنا زاد النصيحه من اهل الاختصاص ايوه فالحاجه ما قد سهله الحمد لله في النت بقى تمام اي حته فيها طبيب المراكز الصحيه كترت يعني الاستشارات ممكن تكون باي طريقه انت بتقدر تصليها وان شاء الله ما في طبيب يعني بيقصر بالذات ناس القلب لان احنا لانه عارفين انه الموضوع ده بالنسبه لنا كبير فما قاعدين نبخل باي معلومه على طبيب على مريض او استشاره او نقيم له والالم حقه الصحيح وحتى بعد مرات بالمناسبه يعني في ناس زي ما قلت لك ناس السكري ممكن ما يقدر يقيم يعني الم حقه اي زمة في الصدر يجي هنا بس تمام ما عنده مشكله وبعدك احنا بنشوف فحوصات دوريه هو لازم بيعمل طبعا الحاجات من اكتبها له ايوه بعدك بيكون عارف هو انا سعيده جدا صراحه بوجودك معنا بكل المعلومات اللي انت ذكرتيها وان شاء الله اللقاءات عبر صفحاتنا السودانيه تتجدد ونتكلم اكثر عن مواضيع خاصه بالقلب والباطنيه وكل المعلومات اللي محتاجينها الساده المشاهدين دي برضه مساحه لكم انتم تشاركونا اللي عايزين تعرفوه شو اكثر لو حتى عندكم جانب بتاع استشارات يا ريت تشاركونا في صفحه سودانيه 24 احنا دائما اكيد معاكم وليكم شكرا جزيلا لك بتمنى لك دوام التوفيق والنجاح شكرا شكرا لكم الله يخليكم